برضو الكويرة بقى اللي بيحبوا الكورة عندهم قلق شوية من فكرة ان احنا انبسطنا امبارح والجمهور بعد ما كان متشائم جدا بقى متفائل قوي وبيقول يلا خلاص احنا رايحين ناخد البطولة. هل ده يعني بيقولوا ايه، فال وحش ولا هيحط ضغط على اللعيبة، ولا بعد الاداء بتاع امبارح احنا فعلا ممكن يبقى عندنا فرصة؟ طيب مبدئيا انا عايز اقول ان القلق صحي جدا، ويا ريت نقلق، ويا ريت نقلق وننقل قلقنا للعيبه، لان فعليا كنا بنتكلم في البدايه ان واحد من اهم الاسباب ان انت لعبت باريحيه قدام كوت ديفوار ان الضغوط اتنقلت منك لكوت ديفوار. دلوقتي حصل العكس، الضغوط بتتنقل ليك انت تاني لان انت انتصرت على كوت ديفوار، فبالتالي الناس سقفها عالي من تاني، فبالتالي ده بيحطك قدام ضغوط. فلما نحط الامور في سياقها الطبيعي ونتكلم بواقعيه ومنطقيه ونقول ان المنتخب المغربي يختلف كليا، يختلف في كل التفاصيل عن منتخب كوت ديفوار، وان كوت ديفوار ظهر بشكل قوي لان الجزائر كان خصم اضعف مما يكون، يعني الجزائر لعب بشكل سيء جدا، فده اللي اظهر كوت ديفوار بشكل قوي، في حين ان المغرب هو منتخب قوي لانه قوي وليس لان الخصوم ضعفاء. فلما نحط الامور في هذا السياق وناخد بالنا كويس جدا ان المغرب منتخب قوي جدا، ونعمل حسابنا من بدري من ده، ونشيل من على اللعيبه الضغوط اللي هو ما نصورهمش ان هم الطرف الفايز، ما نصورهمش ان هو الطرف القاهر اللي قادر يخصب كوت ديفوار، يقدر يقهر المغرب، ونقول الشعارات دي ونرددها، فبالتالي نتكلم بشكل متوازن. ده مهم جدا، مهم جدا يوصل للعيبه، دي نقطه مهمه جدا حقيقه سيد، يعني ولا نبالغ برده، ولا يعني نفرح طبعا ونتبسط ونشيد بالاداء زي ما بنتكلم على لما بيكون في سلبيات، برده بنتكلم عن السلبيات. فزي ما اتكلمت هي فكره التوازن الحقيقه، صحيح ده مهم جدا. طيب.